بالنسبة للقسم اللي استحدث في مؤخرا في مركز رابس الطبي قسم غسيل الكلى مختص بالكبار بحالات الفشل الكلوي اللي هي الفشل المزمن، الحالات اللي ما لقوش مكان يأويهم لغسيل الكلى، صايرة ضغوطات في مراكز الثانية اللي هي مركز الكلى الشط، مركز قرطبة، جنزور، تجورة. هذه اللي خلت الفكرة تندار بحيث ان احنا نحاولوا نخفف الضغط اللي صاير في الاقسام الثانية بحيث ان نفتحوا مجال للمرضى اللي مش لاقين جداول في غسيل الكلى في المراكز الثانية. القسم هدايا طبعا الساعة الاستيعابية متاعها من 120 مريض ل 150 مريض، حيكون ان شاء الله شغال على 3 ورديات، الوردية الصباحية والمسائية والليلية. حاليا اخدينا مجموعة اصطاف جديد اللي هي العناصر الفنية، لنا حوالي اسبوعين قايمين بالتدريب بحيث نظهرهم في لما يعني نبدو على الحالات، نكونوا وصلناهم لبر الامان في الشغل على المريض. طبعا كلهم شهادة عليا، بكالوريوس تخدير وتمريض عام، ودبلوم عالي تخدير ودبلوم عام. هذه المستويات اللي احنا استقطبناها وجبناها للشغل كعناصر فنية. مع بعضهم اللي حيطلعوا لنا حاجه اسمها دياز جليت تيوب باهي في التعقيم، مش كنا مبكلي. هذه اجهزه حديثه وتعتبر من احدث الاجهزه في غسيل الكلى، واحنا موجود هنا في القسم هذا الجديد، تعتبر من اول الاقسام اللي في ليبيا اللي حتشتغل بالجهاز هذا. نفس اللي مبكي حكينا عليها نتاع قصه الكونكشن والسوفت وير. لا الماشين هي تاتش سكرين ما عدا بعض الاشياء اللي هي البلب. احنا نتكلم حاليا على كيفية تشغيل الجهاز، طبعا كل متدربين هذوما باش يكون عندهم خلفية على تشغيل الجهاز، ان هم اللي حيشغلوا القسم هدايا، وكيف توصيل المريض على الجهاز الغسيل الكلى هذا.